أبدأ من هذا الإعلان الروسي اللافت عن استخدام موسكو خلال ليلة الأمس لصواريخ أسرع من الصوت ضربت بها قاعدة عسكرية هنا في غرب أوكرانيا، هي قاعدة تيفانو فرانكيفسك، وهي القاعدة التي ضربت على الأقل 4 مرات خلال هذه الأيام 24 للعملية العسكرية الروسية المستمرة. الإعلان بيعكس تطورا لافتا وبيعكس لجوءا روسيا لاستخدام هذه الأسلحة والصواريخ الفوق صوتية لتطال هذه المناطق الغربية من أوكرانيا. هذه الأسلحة تمتلك قدرات فائقة على تخطي وتجنب الدفاعات الجوية، وهذا ما يفسر شروق عدم إطلاق صافرات الإنذار خلال ساعات ليلة أمس بخلاف الليالي الماضية، لا سيما الليلة قبل الماضية التي شهدت استهدافا وضربا لمنشأة ومعمل بجوار مطار لفيف. بالتالي يعكس هذا تطورا لافتا واستخداما جديدا روسيا لهذه الصواريخ المتطورة وفائقة السرعة لضرب القواعد العسكرية الأوكرانية ولضرب هذه القدرات كذلك الجوية، لا سيما بأن هذا المطار هو قاعدة عسكرية جوية كان فيها عدد من المقاتلات الأوكرانية ضربتها موسكو مع اليوم الأول لهذه العملية، لتتتالى الضربات على هذه المنشأة التي طالت خلال الفترة الماضية أيضا معملا لصيانة قطع الطيران، ولتطال اليوم كما تقول السلطات الروسية مستودعا للذخيرة. هذا في المناطق الغربية، في مناطق الجنوب كذلك وعلى سواحل البحر أوزوف كما أشرت كانت القوات أو الرئاسة الأركان الأوكرانية أشارت إلى فقدانها الوصول مؤقتا إلى ميناء مدينة ماريوبول في ضوء هذا التقدم الروسي وبسط السيطرة عليه، فيما يظل الحصار خانقا ومشددا على مدينة ماريوبول التي يتحدث عمدته عن أوضاع سرية صعبة وعن اشتداد لوتيرة القصف وكذلك القتال الذي كما قال بات في شوارع هذه المدينة المحاصرة. طيب، هل من فرض حالات للتأهب في المدن الأوكرانية المختلفة؟ هل من قرارات أوكرانية جديدة بها؟ تظل الأوضاع متوترة ومشدودة وسط حالة من الترقب لتطورات هذه العملية العسكرية سواء في جبهات الجنوب على سواحل البحر أوزوف أو كذلك على سواحل البحر الأسود، إذ قالت السلطات الأوكرانية إن الساعات الماضية حملت محاولة روسية للتقدم باتجاه منطقة ميكولايف انطلاقا من المناطق المحيطة بمدينة خيرسن بعد أن فرضت عليها السلطات الروسية والقوات الروسية خلال الفترة الماضية السيطرة. هي منذ أيام تحاول موسكو أن تدفع بقواتها للتقدم والسيطرة على مزيد من هذه المناطق أملا وسعيا للوصول لمنطقة أوديسا التي شهدت أيضا ضربات صاروخية خلال ساعات ليلة الأمس. في كييف صافرات الإنذار دوت خلال الساعات الماضية، ويبدو أنها دوت قبل قليل كذلك وفق معطيات من هناك، وتظل الأوضاع متوترة في العاصمة ومحيطها ومحاورها الأكثر سخونة الشمالية والشمالية الشرقية وكذلك الشمالية الغربية، في ضوء حديث رئاسة الأركان الأوكرانية عن فشل القوات الروسية في فرض حصارها وتجديده على العاصمة ومحيطها، وفي ضوء أيضا المعطيات الاستخباراتية الغربية التي تحدثت ليس فقط منذ اليوم بل منذ الأيام على الأقل الثلاثة الماضية عن تباطؤ في حركة القوات الروسية ليس فقط في كييف ومحيطها بل كذلك على باقي الجبهات.